في العاصمة الأمريكية واشنطن، أيضا بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كان بيان سابق صدر عن البيت الأبيض قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع للترحيب بالملك الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض غدا الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا، من بينها تعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.